السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا في كل مكان. أنا مع كولومبيا في المباراة قبل الأخيرة من استعداداته لبداية مباراته في كأس العالم أمام أورجواي. أكيد طبعا مباراة كانت مهمة جدا، تعادل سلبي لكن أكيد نتيجة إيجابية لصالح المنتخب الوطني، أكيد بترفع من معنوياته. يعني اللي تابع المباراة شاف أكيد كان واضح التفوق من منتخب كولومبيا، وده بسبب طبعا الانكماش الدفاعي اللي كان موجود في منتخب مصر خصوصا الشوط الثاني. لكن الانكماش الدفاعي أكيد لازم ينتج عنه أن الخصم أو المنافس اللي بيلعب قدامك لازم يكون ضاغط بقوة بيحاول يجيب هدف. ده اللي كان بيحاول فيه منتخب كولومبيا، لكن منتخب مصر طبعا بكل بسالة وبكل رجولة قدرت لعيبة منتخب مصر أنها تحافظ على طبعا نظافة شباكها وتخرج ب يعني شوطين بدون أي أهداف. حصل بعض التغييرات، كان المباراة متفقين عليها على 6 تغييرات. طبعا وجود الشناوي في الشوط الأول ووجود الحضري في الشوط الثاني، ما فيش شك أن الحارسين أدوا بشكل جيد جدا، لكن الشوط الثاني صراحة كان الضغط كبير جدا على منتخب مصر. شفنا بعض التغييرات، شفنا بعض التجارب. يعني أنا بالنسبة لي تفسيري لوجود سام مرسي النهاردة من بداية المباراة في نص الملعب هو تجربة أو فرصة أخيرة لسام مرسي قبل إعلان 6 لاعبين اللي هيكونوا مستبعدين من معسكر المنتخب أو القائمة النهائية اللي هتكون موجودة في كأس العالم. يعني 6 لعيبة، يعني قبل ما نخش في تفاصيل المباراة ونتكلم على منتخب مصر شوية، طبعا سام مرسي اللي أخذ فرصة النهاردة وأنا شايف أنه فنيا ما قدرش يثبت نفسه. محمد النني أكيد هو اللي حاجز المكان ده أساسي، لكن النني منتخب مصر والجهاز الفني مأجلين عودته لحين طبعا اكتمال شفائه 100%، لسه ما فيش أي استعجال في مباراة أخيرة إن شاء الله، مباراة ضد المنتخب البلجيكي، ودي هتكون البروفة النهائية وهيكون بنسبة 99.5% ال11 لاعب اللي هيكونوا متواجدين مباراة أورجواي في بداية كأس العالم. سام مرسي موجود طبعا من 6 المستبعدين، وكريم حافظ ومحمد عواد والونش وعمرو طارق وأحمد جمعة، دول 6 أسماء خلاص إن شاء الله هيكونوا، يعني دول ال6 أسماء دول اللي إن شاء الله مش هيكونوا متواجدين في القائمة النهائية للمنتخب الوطني. في كلام كتير جدا كنا اتكلمنا فيه امبارح في الحلقة بنتكلم على من هو بديل محمد صلاح. النهاردة شفنا بداية التشكيل زي ما توقعنا، بدأ بعبد الله السعيد وبدأ بتريزيجيه ورمضان صبحي وبدأ بمروان محسن، بعد كده بدأ التغييرات، نزل طبعا كهربا كان موجود، شيكابالا شارك في المباراة وأيضا عمرو وردة شارك في المباراة. لسه الموضوع مش واضح، يعني لسه مين هو اللاعب اللي هيحل مكان محمد صلاح لسه الأمور مش واضحة. أعتقد أن مستر هيكتور كوبر بعد ما الناس، أنا شايف أن استبعاد شيكابالا كان أمر مبالغ فيه، أن الناس تقول لا شيكابالا ممكن يكون بديل، لا أنا شايف أن شيكابالا ممكن يكون موجود مكان محمد صلاح لو اللي لعب أو اللي يعني مستر كوبر أو المدير الفني لأي فريق بيكون حاطط في دماغه دايما expectations أو توقعات من اللاعب اللي بيكون حاطه في مركز معين، فبالتالي لما مش بيلاقي منه مردود بيبدأ أنه يفكر في بديل. يعني شيكابالا لسه طبعا هنشوف، لكن هنروح ونطير لإيطاليا. معانا طبعا الناقد الرياضي مصطفى طنطاوي، هو متواجد حاليا في إيطاليا طبعا وهو المسؤول الإعلامي لبعثة المنتخب الوطني. مصطفى برحب بيك. ألو مصطفى، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا مصطفى منتخب مصر لسه متعادل بنتيجة، أكيد يعني أنا شايف أن هي نتيجة مش وحشة أمام منتخب قوي. عايز أعرف بقى منك آخر أخبار منتخب مصر والكواليس واللي تقدر تقول لنا عليه قبل طبعا وجودك في المؤتمر الصحفي. يعني كان في روح عالية جدا من اللاعبين قبل المباراة، يمكن كانوا اللاعبين صايمين فترة قبل المباراة على طول، حضرتك عارف طبعا بيبقى الساعة 9:03 والمباراة كانت بدأت الساعة 9:15. حظ كل اللاعبين في التغييرات كان هو النصيب اللي كل لاعب بيدور عليه، لأنه هيتحدد بشكل كبير القائمة النهائية اللي هتسلم قبل يوم 4/6 للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القائمة 20 لاعب، فهيكون هيخرج من القائمة عندنا مجموعة من اللاعبين. تمام. هيكتفي مستر هيكتور كوبر ب 23 لاعب. تمام. المباراة في مجملها كانت تجربة قوية جدا، في عدم رضا من مستر كوبر على أداء بعض اللاعبين، لكنه راضي بشكل ما عن التجربة ككل. طبعا حضرتك عارف إن منتخب كولومبيا
ويمكن التجربه الاقرب لمنتخب اوروجواي اللي هنقابله في أكيد. المباراه الافتتاحيه لينا طبعا في المونديال. طبعا يعني عايز اسالك برضه يا مصطفى، يعني هل مستر هيكتور كوبر استقر على بديل محمد صلاح؟ يعني انا قلت النهارده هو جرب بعض اللعيبه، لكن انا حاسس ان شيكابالا ممكن يخش في المنافسه مع سواء تريزيجيه سواء رمضان صبحي او كهربا، هل الكلام ده صحيح ولا مستر هيكتور كوبر خلاص مستقر على بديل صلاح؟ يمكن كان البديل الاساسي الواضح هو طبعا صلاح، ملوش بديل، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله، لكن البديل الاساسي اللي كان واضح من بدايه المباراه كان محمود تريزيجيه، وده اللي مستر كوبر بدا بيه. بعد كده مستر كوبر جرب اكتر من لاعب، لكن شيكابالا كان بديل عبد الله السعيد. تمام. يمكن في التمرين يا كابتن عمر المدير الفني وضح من التمرينات التدريبات في الايام اللي فاتت ان هو استقر بشكل نهائي على عبد الله السعيد وشيكابالا كلاعبين اساسيين في منتصف الملعب كبدل للبعض. تمام. كان في محاوله من مستر كوبر في التدريبات الاولى ان هو ينزل كلا اللاعبين في مكان صلاح بالتبادل بينهما، ووجود تريزيجيه وعمرو ورده في نفس المكان بتاع صلاح. تمام. لكن بيتهيألي ان هي اتحسمت في النهايه قبل المباراه، وده اللي كان واضح من التشكيل الاساسي بنزول اللاعب محمود حسن تريزيجيه. طيب هل وجود سعد سمير النهارده في التشكيل الاساسي بسبب ان علي جبر عنده شد خفيف من اخر مباراه لعبها مع منتخب مصر؟ هو علي جبر كان داخل المعسكر وهو مش في حاله بدنيه كامله، لكنه استعاد بلياقته خلال المعسكر وخلال التدريبات في الايام اللي فاتت. علي جبر سليم 100%، ما فيهوش اي حاجه. تمام. وجهه نظر فنيه بحته من تمام. مستر كوبر. تمام. باشراك سعد سمير اللي ربنا وفقه النهارده وقدم مباراه كبيره طبعا مع قلب الدفاع الاخر احمد حجازي، واللي كانوا يعتبروا نجوم المباراه خلال شوطين. هتتحركوا من ايطاليا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله المعسكر مكمل في ايطاليا في مدينه بيرجامو لحد يوم 5، هيتم التحرك صباحا علشان لبلجيكا علشان التدريب الرئيسي اللي هيبقى على استاد اللي هتقام فيه مباراه بلجيكا، ومن ثم هيكون لعب المباراه في يوم 6، ثم العوده للقاهره ان شاء الله رب العالمين يوم 7 باذن الله. المباراه هتكون الساعه كام بتوقيت مصر مباراه بلجيكا؟ 9 إلا ربع ان شاء الله بتوقيت مصر. طيب يعني مصطفى هيفطروا بعد نهايه الشوط الاول. يعني اللعيبه مش هيكون المغرب لسه اذن بتوقيت بلجيكا؟ لا، بتوقيت بلجيكا المغرب هيأذن بين الشوطين. يعني برضو اخر حاجه قبل ما اختم معاك يا مصطفى، يعني 6 اسامي يعني انا قلتهم وعايز اقولهم قدامك تاني، هل هيخرج حد منهم ولا هم دول ال6 اسامي المتوقعين؟ سام مرسي، كريم حافظ، محمد عواد، الونش، وعمرو طارق، واحمد جمعه. هم دول فعلا الستة اللي ممكن يخرجوا من القائمه النهائيه لكاس العالم لمنتخب مصر، ولا ممكن نلاقي اسم كمان مفاجاه؟ لا، كلها توقعات يا كابتن لحد اللحظه ديت. مستر هيكتور كوبر لم يعلن عن القائمه المستبعده، ولم يشر لذلك سواء في التدريبات تمام في التقسيمه تمام أو حتى في المباراه، ومش استبعاد لاعب من القائمه في فرصه جايه لسه في مباراه بلجيكا. تمام. لكن افتكر هو بشكل كبير مستر هيكتور كوبر استقر على على القائمه المستبعده في خلال بكره او بعده، بعد الاطمئنان على بعض اللاعبين من بعد المباراه ما خلصت وحالتهم البدنيه والجلوس معاهم، اكيد هيكون القرار بالقائمه النهائيه وقائمه المستبعدين وقائمه ال 23 لازم تتسلم قبل يوم 4/6. استاذ مصطفى بشكرك شكرا جزيلا، اكيد يعني كان مداخله مهمه جدا طمنا بيها على احوال المنتخب، واكيد طبعا يعني كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته الوديه الاخيره القادمه امام بلجيكا، من ثم طبعا اول مباراه ليه في كاس العالم، كل التوفيق للمنتخب الوطني. يعني منتخب مصر، احنا انا سالت على سعد سمير علشان احنا بنتكلم على ان مستر هيكتور كوبر خلاص بيضع لمساته الاخيره، فبالتالي توقع لسعد سمير او وجوده من حسب طبعا معلوماتي او مصادري المقربه من المنتخب الوطني ان هو بيطمن على حاله سعد سمير ان هو يبقى موجود او رجليه في الملعب، لعل وعسى ممكن اي حاجه تحصل، لكن طبعا قلبي الدفاع اللي هيكونوا متواجدين في يعني الاساسيين للمنتخب الوطني هم احمد حجازي وعلي جبر. لسه طبعا كلام كتير او اللي طبعا متابع مستر هيكتور كوبر وعارف مسيرته مع منتخب مصر او مع بقيه الفرق اللي كان بيدربها، هو راجل عنده استراتيجيه، هو راجل بيحب ثبات في التشكيل، عنده فلسفه معينه، هو بيحب يكسب، لكن ممكن ما يكونش بيكسب يعني بفارق اهداف كبير، لكن ان هو بياخد اهم حاجه في المباراه وهي 3 نقاط. شفنا النهارده تعادل سلبي، ممكن تكون ناس كتير جدا
ما عجبهاش الوضع او ما عجبهاش اداء منتخب مصر، لكن زي ما احنا سمعنا من مصطفى طنطاوي قال ان مستر هيكتور كوبر عنده بعض التحفظات واكيد زعلان من بعض اللعيبه في واجبات ومهام معينه، لكن ما فيش شك ان هو اكيد مبسوط بالتعادل السلبي، يعني احسن ممكن يقول احسن من خساره. منتخب تقيل جدا، منتخب فيه اسامي قويه جدا، منتخب فيه جيمس رودريجيز، فيه طبعا باكا لاعب اي سي ميلان ولاعب فيا ريال الحالي، ياري مينا لاعب برشلونه، وطبعا يعني بنتكلم على اللعيبه اللي موجود واخد الدوري الالماني مع فريق بايرن ميونخ وفالكاو ايضا مع موناكو ونجم تشيلسي السابق ونجم اتلتيكو مدريد، فبالتالي هي مباراه اكيد استفاد منها الجميع، وزي ما احنا قلنا اقرب مدرسه لمدرسه اورجواي اللي هتكون هي ضربه البدايه للمنتخب الوطني في مشواره في كاس العالم. ان شاء الله بقى ما ننساش واحنا بنختم مع حضراتكم باخبار منتخب مصر ان احنا ندعي لنجمنا المصري محمد صلاح اللي عجبني جدا هدوءه وعجبني جدا ما طلعش اتكلم في اي حاجه ولا صرح باي تصريح، هو مركز في حاجه واحده فقط مشوار علاجه، هو مستني ان هو يخلص فتره علاجه على خير. الكلام كتير جدا، الاشعه بتقول مثلا 3 أسابيع، ممكن الكلام بيقول ان هو او تقرير الدكتور بيقول ممكن ما يكونش موجود في المباراه الاولى، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، يعني ما بين يوم وليله ممكن ربنا يغير اي حاجه، فان شاء الله نتمنى له الشفاء ويا رب ان شاء الله يكون موجود في مباراه اورجواي بس يكون سليم وجاهز 100%. خلصنا اخبار المنتخب واتكلمنا شويه على مباراه مصر وكولومبيا، نروح لاخبار النادي الاهلي ونتكلم طبعا على فرع الشيخ زايد، واحد من الفروع المميزه جدا جدا جدا، وهناك طبعا مساحه كبيره جدا لاقامه بعض طبعا الاجواء الرمضانيه، فبالتالي خيمة النادي الأهلي أو خيمة عائلة الأهلي المتواجدة في الشيخ زايد بتعكس طبعا قد إيه النادي الأهلي أكيد الأجواء الرمضانية بتكون فيه مختلفة، ومجهود كبير جدا من كل القائمين بالعمل في النادي الأهلي، يعني كل اللي موجود حوالين أهلي والشيخ زايد وراح وشاف الأجواء أكيد طبعا بيتكلم عليها وبيتكلم على المجهودات اللي إحنا قلنا يعني قلناها لحضراتكم، وأكيد طبعا بيتردد اكيد بعض اعضاء مجلس الاداره اللي بيكونوا متواجدين وحريصين جدا على التواصل مع الاعضاء، مش بس في الشيخ زايد ده في ال3 فروع، لكن بنتكلم بالاخص على الخيمه الرمضانيه المميزه اللي موجوده في الشيخ زايد، واكيد طبعا ان اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع نادي الشيخ زايد اكيد عمل مجهودات كبيره جدا 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 في اقامه الخيمه، لكن طبعا واحنا بنتكلم على سياده اللواء محمود الفيشاوي وبنقول لحضراتكم على الخيمه خيمه عائله الاهلي اكيد طبعا لازم يكون موجود معانا على التليفون سياده اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. سياده اللواء برحب بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانت طيب ومرحب. كل سنه وحضرتك بخير. حضرتك بخير، ربنا يخلي حضرتك. طبعا في البدايه عايز اعرف بقى من حضرتك تقول لي اخبار الخيمه ايه واخبار الاعضاء فيها والدنيا ماشيه ازاي في فرع الشيخ زايد. اللي احنا طبعا الخيمه الرمضانيه هي عامله جو سعيد جدا للاعضاء، زحمه رهيبه، يكاد يكون يعني بتوع الشيخ زايد كلهم اللي كانوا يقعدوا بره في الكافيهات وكده موجودين عندنا هنا في الفرع. الدنيا زحمه جدا، مشرفنا النهارده رئيس النادي وبعضها مجلس اداره النادي كلهم موجودين، جو سعيد جدا، جو مبهج، المكان زحمه، الشاشه موجوده، حاجه يعني مش عايز اوصف لك، احنا في عيد النهارده. طب يعني حضرتك قلت لي الرئيس طبعا كابتن محمود الخطيب هيكون متواجد في فرع الشيخ زايد. موجود فعلا، كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره موجودين، وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره موجود فعلا في الفرع. طيب قاعدين في الخيمه. أجواء بقى رمضان في فرع الشيخ زايد وأخبار الدورة الرمضانية، وحضرتك عارف طبعا إن دي شهر واحد في السنة فبالتالي بقى بيكون مختلف، إيه المختلف السنة دي في فرع الشيخ زايد عن السنة اللي قبليها؟ كل حاجة مختلفة. أولاً السنة اللي فاتت ما كانش في دورة رمضانية ينظمها النادي. تمام مظبوط. دورة رمضانية منظمها النادي. تمام. ما كانش في خيمة رمضانية. تمام. لعائلة النادي ففي خيمة رمضانية وصار فيها العدد 2.5 3. ما كانش فيه التجهيزات الاداريه اللي موجوده دي، في تجهيزات اداريه جديده، شلت خدمات. الاعضاء هنا عايز اقول لك ايه، سعداء بالكابتن الخطيب، في عيد النهارده اعضاء الكابتن الخطيب مش قادر يمشي من الناس اللي عماله تقابله. تمام، يعني ما كانش قادر يقعد من
من حجم الناس اللي عماله سعيده بوجوده وفرحانه وبيطمئن على صحته. كل حاجه مختلفه في الشيخ زايد. المنطقه اللي احنا فيها الطرفيه الجديده ما كانتش شغاله، بقت شغاله السنه دي. الشاشات العملاقه ما كانتش موجوده، بقت موجوده. تمام؟ لا كل حاجه مختلفه. طيب رمضان ده عايز اسال حضرتك، يعني طبعا سياده الله ومحمود الفيشاوي، عايز اسال حضرتك بقى الفتره اللي جايه ايه اللي ان شاء الله ممكن بقى يكون موجود للاعضاء زياده عن الخدمات، وطبعا الخدمات الكبيره جدا في فرع الشيخ زايد اللي ممكن يكون موجود في الفتره القادمه للاعضاء؟ الفتره القادمه طبعا بيتنشئ هنا المبنى الاجتماعي اللي هو الاداري الجديد اللي هم بيعملوه، تغيير في الاسوار، مسجد كبير هيتعمل، في انشطه ترفيهيه كمان في الايام اللي جايه ديت، في حاجات كتير فيها تغير، الابواب، الاسوار، مبنى جديد، البنيه التحتيه بتتغير، حاجات كتير قوي تتغير في الفرع ان شاء الله. وبنجهز بقى للعيد كمان ان شاء الله. يعني هل في اي حفلات تم تنسيقها ما بين فرع وبين اداره النادي على اقامه حفلات في العيد اللي هيكون ان شاء الله بعد رمضان، عيد الصغير؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنقدم، وهنستضيف فنان كبير هنا. وطبعا احنا عاملين هنا طبعا في ليالي رمضانيه في تخت شرقي، وفي مطرب اسمه سيد انور، مطرب انفاق، راجل يعني زي ما انت العمليه المستديمين في شهر رمضان بالحفلات، وان شاء الله في حفله كبيره هننظمها في العيد باذن الله. سيادة الله بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد كنت لازم نتكلم على وجود الكابتن خطيب في فرع الشيخ زايد وخاصه في خيمه عائله الاهلي. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، ولو فاكرين حضراتكم الاسبوع اللي فات كان في ندوه للدكتوره سعاد صالح، طبعا استاذه الفقه بجامعه الازهر، بس كانت في فرع الجزيره. حصلت نفس الندوه بالظبط لكن في فرع مدينه نصر، واكيد طبعا كل السيدات كانوا حريصين على التواجد، فعشان كده هنروح للتقرير علشان نشوف نسمع مع حضراتكم ونرجع نكمل معكم. بالنسبة للنشاط الاجتماعي عموما في اللجان المختلفة بتأدي أنشطتها، كانت لجنة الواد عاملة لسه الفطار المجمع بتاعها، في لجنة في مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة عاملين فطار مجمع وعازمين فيه يعني السادة أعضاء المجلس، فالحمد لله في أنشطة مختلفة. لجنة المرأة لجنة نشيطة وابتدت بعمل ندوة خاصة بالسيدات، وجايبه الدكتوره سعاد صالح، والحمد لله في تواجد من الاعضاء كويس، في تجاوب مع الاعضاء وسماع المحاضره والاسئله والاجوبه، فالحمد لله. وحقيقه رئيس لجنه المراه عامله شغل كويس قوي، واحنا تعاوننا معاها وبحيث ان يطلع الندوه ان شاء الله تكون في احسن صوره وابهى صوره، تليق بالنادي الاهلي وتليق بالنادي الاهلي مدينه نصر والنادي الاهلي عموما. يعني الحمد لله بفضل الله، يعني انا رحبت جدا بهذه الدعوه، لان خصوصا هنا لما يكون هناك يعني سيدات اخوات بيبقى عندهم حاجه شديده لمعرفه احكام يشعرن بالخجل حينما يسالن عنها الرجال، فوجودي معاهم بيرفع عنهم هذا الحرج وهذا الخجل، وبيخليني اخت معاهم كده في كل مشاكلهم. وأنا النادي الأهلي طبعا بكنه له حب شديد بقيادته وبجماهيره، ولذلك أنا اتفقت أني شهريا سأقوم بعمل ندوة في هذا النادي. شفتوا قد إيه كان الحضور يعني بشكل جيد جدا، وتفاعل العضوات مع الندوة كان عامل إزاي. ندوة انقسمت شقين، شق الأول كان أحكام الزواج والطلاق وشهر رمضان وفضل شهر رمضان، تاني جزء كان أسئلة من العضوات والأعضاء. الحقيقة أسئلة متنوعة جدا ما بين الزواج والطلاق والميراث، وأسئلة كتير متنوعة، وزي ما حضرتك شفت احنا قمنا بالعافية، يعني الأعضاء ما كانوش عايزين يقوموا. الندوة امتدت لساعتين ونص، فده أكبر دليل على التفاعل والحقيقة نجاح الندوة الحمد لله. هي فكرة
فكره جميله من الاصل. انا اول ما عملوها احنا انبسطنا جدا، ولقيت ان فعلا في افكار كتيره جدا، فحطونا في جروب، فبقينا نقول كل افكارنا، كل اللي احنا عايزين مثلا اي حاجه مضايقانا، اي حاجه عايزين ندي راينا فيها. فهم فعلا كمان يعني كل حاجه على طول في مراعاه، يعني اي حاجه بنقولها في استجابه سريعه جدا، كل ارائنا بيردوا علينا يعني انا شايفه انها حاجه كويسه جدا. طبعا هي الاسئله اساسا، احنا عارفين الدكتوره سعاد بتهتم دايما بفقه المراه وكل ما يخص المراه، واحنا كنا محتاجين بصراحه حاجه زي كده، لان فتحت لنا امور كتير واسئله كتير كانت فيها على الاقل يعني ان ما كناش عارفين اجابتها فعلى الاقل شاكين فيها. فطبعا استفاد ده جدا، واعتقد كل اللي حضر استفاد وفرقت معاه. اول مره احضر ندوات في النادي، وده شرف ليا طبعا، شرف ان انا النادي الاهلي ده انا بعشقه من زمان، ودكتوره سعاد انا متابعاها من برامج في التلفزيون وسالتها كل الاسئله، وفي نفس الوقت هي بتشيل عننا الحرج احنا كسيدات، يعني مش اكيد مش هنبعت نسال سؤال في افتاء معين، لا بس هي بتشيل عننا الحرج في السؤال. وندوه كويسه جدا ومعادها كويس جدا، واحنا بصراحه يعني فخورين ان ده اتعمل في النادي، يعني ان شاء الله تستمروا على هذا. مكملين مع حضراتكم لكن مع الألعاب الأخرى الخاصة بالنادي الأهلي، ونبدأ بخبر الكابتن ياسر صلاح المدير الفني الجديد لفريق السيدات لكرة اليد. كابتن ياسر صلاح أكيد طبعا كان المدرب العام للنادي الأهلي في الماضي، لكن مجلس الإدارة جدد أو عينه المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد السيدات، وأكيد طبعا حصل مع فريق اليد على بطولات كتيرة جدا. كابتن ياسر واحد من المدربين المميزين، وكمان هنقول لحضراتكم بعض التصريحات اللي كابتن ياسر اتكلم عليها، وقال طبعا انه سعيد بثقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني طبعا واللاعبات، بيتطلعوا لمواصلة الإنجازات الموسم المقبل وتكرار الفوز بالثلاثية كما طبعا حققها الموسم الماضي. وأكيد قال إن هو يعقد جلسة خاصة كجهاز فني طبعا في غضون أيام للاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج الإعداد للموسم الجديد، وإن شاء الله يكملوا المشوار والإنجازات اللي حصلوا عليها في الموسم الماضي. لسه مكملين مع الألعاب الأخرى، وخبر يعني لواحد من أساطير لعبة تنس الطاولة وهو السيد لاشين، واحد من أبناء النادي الأهلي اللي رسميا بيعتزل اللعبة دوليا. أكيد طبعا السيد لاشين واحد من اللاعبين المميزين جدا جدا، عنده 38 سنة، مواليد 9 فبراير 1980، شارك في الألعاب الأولمبية 3 مرات، وأخرها طبعا الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2012 واللي أقيمت في لندن، وكانت أول مباراة لعبها دولية كانت في عام 97، ومثل طبعا منتخب مصر في كثير من المحافل، لكن بيجي عليه الوقت انه بيعتزل دوليا، لكن صرح وقال ان هو طبعا بيته النادي الاهلي لما بيحتاجه اكيد عمره ما هيتاخر عليه، وان شاء الله نتمنى له كمان التوفيق في حياته الشخصيه وفي حياته المهنيه في تنس الطاوله. وهو كمان كان واحد زي ما بقول لحضراتكم واحد من اللاعبين الكبار جدا جدا اللي شرفوا منتخب مصر والنادي الاهلي في محافل دوليه كتير. قبل ما نروح لاخبارنا العالميه ونتكلم بقى شويه على المباريات الوديه، واكيد نتكلم ايضا على محمد صلاح، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.